مشاهدينا، يمكن أمراض الرئة من الأمراض المنتشرة وليها أنواع متعددة. النهاردة يمكن هنتكلم عن مرض الالتهاب الرئوي. بيسعدنا إن احنا يكون معانا للحديث عن هذا الموضوع الدكتور وحيد لبيب عازر، استشاري ورئيس قسم الحميات والعزل بمستشفى ضرب. أهلا بك معانا أهلا دكتور وحيد. لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور وحيد. يمكن نقول مع بداية تغير الفصول، خصوصا في الفترة دي، يعني في انتشار بقى الأمراض، التهاب جيوب أنفية، التهاب الحل، التهاب الرئوي. نقول أسباب التهاب الرئوي، انتشار أمراض التهاب الرئوي. الاول هنعيد على الامهات وكل سنه وحضراتكم طيبين ان حضرتك شاء الله، طيب رمضان الكريم الله ان شاء الله يخليك بالخير على الجميع. ان شاء الله يا رب. الالتهاب الرئوي من المواضيع الكبيره خالص، ومشكلته ان هو في نسبه بسيطه قوي بيجي مباشره، لكن في اغلب الاحيان بيجي نتيجه لامراض كتير، نتيجه طبعا غير محببه، نهايه لامراض كتير قوي. يعني مثلا البرد، الزكام، الانفلونزا، الحصبه، الكورونا، حاجة، التهاب الشعبي الرئوي، كل دي ممكن تكون النهاية بتاعتهم، النهاية اللي ما بيحبهاش الدكتور ولا المريض بالطبع، اللي هو الالتهاب الرئوي. التهاب الرئوي، وده بيبقى نتيجة أسباب كتير قوي. فاحنا ممكن ناخده التقسيمة بتاعته من ناحية الميكروب اللي بيسببه، وممكن ناخده من ناحية التدرج الطبيعي الغير محبب برضو بالنسبه للاهمال في بعض الحاجات اللي قلناها كلها دي. اتفضل حضرتك. يعني اللي رعبنا في الكورونا الفتره اللي فاتت دي انها بتنتهي بالالتهاب الرئوي. بيبقى التهاب رئوي شديد كمان. بيبقى التهاب سريع، وبيبقى كان ليه علاقه بالاكسجين. الحمد لله ربنا رفعها عندنا الفتره اللي فاتت. الحمد لله. ما بقتش بالصوره اللي ابتدت بيها. بس لا يزال الالتهاب الرئوي من الامراض اللي تعتبر خطيره، وعلاجها حتى في البيت ممنوع. لازم اذا وصلنا التهاب رئوي يبقى لازم المريض يكون جوه المستشفى، ما ينفعش في البيت خالص. فهو في البدايه بيبقى المرض زي ما قلنا، كل المجموعه اللي قلناها دي بيبقى اغلبها عرضه واحده، الجسم بيسخن، صداع، تكسير جسم، رشح موجود او لا، بيبتدي كحه خفيفه، كل دي بنبقى بدايات موجوده في معظم الحاجات اللي قلناها. يعني ممكن بداية التهاب جيوب أنفية، التهاب في الحلق، ده ممكن أي مع الإهمال التهاب. بيؤدي بقى أي التهاب بالجهاز التنفسي يعني. ولم يعالج أو أهمل أو في مشكلة في المناعة الطبيعية بتاعة الجسم، ينتهي سريعا إلى الالتهاب الرئوي. فكل الحاجات اللي قلناها دي كلها بنتعرض ليها، وأغلب الناس وقتها يعني. طب إيه اللي هي بقى الخط الأحمر أو العلامات الفاصل اللي هي الفاصل بقى اللي تخليني لا، هنا الموضوع ابتدى يبقى يخش في الجد، لازم الدكتور يشوفه فورا. حاجتين متلازمتين لبعض، اول حاجه الحراره تطلع 39 40. تاني حاجه تبتدي يبقى فيه ضيق في التنفس. ضيق في التنفس، حته الضيق في التنفس دي حاليا عشان احنا عندنا انفلونزا كتير الفتره ديت، ناس كتير بتفهمها غلط. الضيق التنفس اللي بنقصده التهاب في الصدر، في الرئتين. ناس كتير عندها ضيق في التنفس بسبب جيوب انفيه والكحه او زكام ودور البرد او انفلونزا او احتقان شديد في الحلق. ودي حاليا عامله لنا مشاكل في المستشفيات، ان الناس دلوقتي خدت ان هي طالما ان في ضيق في التنفس يروحوا الاستقبال ويصمموا ياخدوا جلسه في الاستقبال. طب يا جماعه الجلسه دي معموله للناس اللي عندها حساسيه في الصدر، مش لاي حد عنده ضيق تنفس او بدايه التهاب رئوي مش قادر يتنفس، لكن مش معموله للزكام، مش معموله للانفلونزا، ففي خلط جامد في الحكايه دي بين الاثنين، وناس تروح الاستقبال وتتخانق ما رضوش يدوني الجلسه. الجلسه ليها حاجه معينه لازم تبقى موجوده، ليه مش موجوده؟ ما فيش ده اخد الجلسه وما فيش ده اخد دواء، مش هيفيدني في حاجه. وفي البعض دكتور بياخد الجلسات دي، يعني جلسات التنفس في البيت، يعني برضو اللي ياخدها لازم يكون مريض حساسيه الصدر، لو نفس كده ده مريض ولا دور برد عالي بقى ومش قادر يتنفس ياخده. اكيد. بس مش هنا خالص، يعني مش في ناحيه الانف والحنجره والحاجات، بيبقى في الصدر. وهو بيتنفس بيبقى فيه صوت مزيكا كده طالع في الرئتين. ايوه، ده محتاج جلسه طبعا. وبيبقوا عارفين بعض ومعروفين، وليه شق وراسي احيانا، دي الجلسات بتفيد ومطلوبه ليه، ويبقى عنده الجهاز في البيت. لكن اللي عنده زكام يروح ياخد جلسه ليه؟ ويجري وراها، ويبقى في مشاكل في المستشفيات وفي الاستقبالات، ده مصر على الجلسه، الطبيب عارف ان دي لا تلزم.
فعملنا مشكلة بس موضوع الجلسات مع ناس كتير. يمكن يا دكتور اغلب الناس يعني اللي متعودين مثلا بيجي لنا دور برد، فبنستسهل بقى ان احنا بنروح الصيدليه وناخد ادويه برد وناخد دواء كحه لو في كحه في الصدر يعني. ده 90% من الناس وما فيش مشكلة خالص، ده عادي يعني. احنا بنقول هيجيله دور برد طالما ان الدنيا كويسة معاه، الحرارة بسيطة، ما فيش مشكلة خالص ان ناخد حباية مثلا باراسيتامول او حاجة من الحاجات الخفيفة، بس ما ياخدش مضاد حيوي، لان المضاد الحيوي متروك للطبيب، الطبيب اللي يحدد ان بالظبط. هو الطبيب بيحدد المضاد الحيوي بناء على توقعه للميكروب اللي موجود والمرض ايه والجهاز نفسه ايه. يعني الطبيب بيوصف مضاد للجهاز التنفسي غير للجهاز الهضمي غير لاي حاجه تانية، غير التهاب الحلق مثلا. يعني بنتوقع ايه وبندي المضاد على اساسه. فلما بياخد من نفسه المضاد ممكن اولا ما يكونش مناسب خالص للعيل اللي هو عنده، ثانيا بيبقى الجسم خد ضعيف المضاد ده وهياخد منه مناعه، وبعد كده لما نعوزه نلاقيه مش جايب معاه تاثير خالص. نتيجة فانا ما رشحش خالص المضاد ده. دواء كحه خفيفه على عينينا وعلى راسنا، بس بشرط ما يكونش عنده ضغط. يا ما بقاش في الضغط ادويه عالي. كحه كتير ممنوعين لمرضى الضغط او المرضى اللي هو عندهم انا اسمع ان ادويه البرد عامه مرض زرحات بتعلي صدريه او الضغط، حاجه. هنا ادويه البرد بنفضل بترفع الاعشاب، الضغط اعشاب بس. نفضل الاعشاب. طب ده كحه دكتور، ممكن يعني لما يجي لنا دور برد ومصاحب بكحه، لما نروح الصيدليه ناخد دواء كحه بقى مذيب للبلغم او على موسع حسب للشعب نوعية الكحة، الهوائيه، على حسب في لان كحة في انواع معاها بلغم، مختلفه في كحة يعني. ناشفة خالص، وفي لو كحة كحه بتبقى ناشفه بقى موجودة من ناخد، الزور بس تحسي ان الكحة طالعة من هنا مش من السطر. يعني لو كحه ناشفه ناخد ايه بقى، او لو كحه يبقى عاديه شراب سعال، للسعال، مهدئ شراب سعال للسعال. مهدئ للسعال. انما لو مصاحبة البلغم بناخد مذيب بلغم، مذيب للبلغم، مذيب وطارد مع بعض. مذيب وطارد مع بعض. لو في ضيق في التنفس او مبادئ حساسية بسيطة بنوصف الحاجات اللي هي بقى فيها مذيب بلغم وطارد للبلغم وموسع للشعب الهوائي مع بعض عشان النفس يستريح مع الشخص عشان في النفس. بعض الحالات. طب نقول بقى يعني الشخص اللي بيصاب بالتهاب رئوي، نقول بداية الحالة وتدرج الحالة بتاعت التهاب الرئوي بتنتهي بإيه؟ الأعراض اللي اتفقنا عليها دي قلناها كلها خلاص موجودة وبنشوفها كل يوم مع أغلب الناس. حصل الإنذارين اللي قلنا عليهم دلوقتي، الحرارة طلعت بقى بتاعها. للأربعينات ومعها ضيق في التنفس بيبان في الطفل، يعني الطفل لايم مناخيره بتوسع كده لان النفس ضيق بيحاول يوسع عشان يدخل الهواء، الضلوع بتدخل لجوه دي في الصغير والكبير. انما لازم يبقوا مع بعض لان هي الانفلونزا بتبقى الحراره 40 وما عندوش التهاب رئوي، فلازم الاثنين يبقوا مصاحبين لبعض. لو حسينا ان الاثنين دول موجودين يبقى لازم تدخل الطبيب، واذا كان التهاب رئوي بيعرفها بالاشعه طبعا، اشعه عاديه خالص من الابيض والاسود دي. لو كانت موجوده يبقى هنا لازم نقل المستشفى ويبتدي التدخل بحكمه مع التهاب الرئوي، لانه من الحاجات اللي ما فيهاش بقى هزار، يعني مش هنقدر نحط احتمالات ومعلش طب اديني علاج في البيت، التهاب رئوي يبقى مستشفى. لازم مستشفى يعني، ما فيهوش فصال يعني. طب درجات الحرارة فيه يعني يبقى فاصل مثلا، ان انا لو درجة الحرارة مش بتنزل مثلا وباخد خافض للحرارة، يبقى لا ده هي نوع من هتنزل، انواع هتنزل اكيد لكن التهاب رئوي ولا لا؟ ما فيش حرارة بنديها علاجها تنزل على طول، بتنزل بس بتدرج، بتدرج في الأول بتنزل وتطلع، تنزل وتطلع، بعد كده بتنزل وتستقر الحالة. المهم مع كل ده الحالة العامة للمريض، التنفس بتاعه أخباره إيه، الأكسجين بتاعه أخباره إيه، بالذات لو طفل، لأن الأطفال اللي أقل من سنتين من الحاجات الخطر عليهم جدا الالتهابات الرئوية زي النزلات المعوية. الكبار يمكن بيستحملوا شوية، لكن اللي أقل من سنتين أو الكبار اللي فوق الـ70 لا، لازم ناخد الأمور بجدية أكتر. طب في بعض الاطفال لما بيجي لهم دور البرد او ضيق في التنفس، يعني الدكتور بيكتب ان هو يبقى فيه جلسات تنفس، يعني طبيعي ان الام تديها للطفل في البيت برضه لو جاله الدور تاني بدون استشاره الطبيب، ولا هو زي في ما قلت حدود حضرتك، يعني؟ هو لو الدكتور اشار بكده يبقى شاف بالسماعه ان في مزيكه في الصدر عند الطفل وان في حساسيه، قد تكون وراثيه قد تكون معاه لاول مره، بس في اغلب الحالات بتبقى وراثيه، بيبقى الاب والام كده او الجد والجد كده. هنا خلاص بتدي له الجلسات عادي، بيقول لها المقدار بتاع الجلسات قد ايه يعني. لكن من نفسها انا ما احبش خالص يعني، ولا على اساس حتى في في ناس الصيدله. بيكرروا بقى العلاج هو يعني، لو جيت نفس الدور بدل ما بيروح للدكتور مره تانية بيكرروا نفس العلاج المكتوب من ما الاول فيش يعني، مشكله طالما ان ما فيش اعراض مختلفه مثلا او زياده. مختلفه او اعراض تقول ان الدور ده غير الدور اللي فات.
ما فيش نفس مشكلة، الأعراض. أنا بدي مسكنات خفيفة جابت معايا في ظرف 24 ساعة والمريض كويس ماشي، لكن لما جابتش بعد 24 ساعة ودخلنا في 48 ساعة والحالة بتتطور، لا لازم نشوف ايه اللي ورا الموضوع دوت، قد تكون حاجات كتير احنا ما نعرفهاش ايوه. طب التهاب رئوي ليه سن معين يا دكتور يعني، ولا بيصيب نهائي اي سن من سن ملوش؟ يوم لحد اخر سنة، ملهاش اي سن، لكن زي ما قلنا قد تكون نتيجة غير محببة من امراض تانية قلناها كتير اللي قلناها دي، وقد تكون بنلاقي كتير دخل عليها التهاب رئوي فجأة. في ناس كده تلاقيهم بيروحوا مستحمين ميه سخنه ونايمين في التكييف بعد ساعه جالنا مستوي، طبعا بتبقى حاجات غريبه الناس بتاذي نفسها بيها فبتيجي، او بعض الناس اللي عندهم خلل في المناعه اي ميكروب صغير بيخش بيكبر عندهم بيخش في التهاب الرئوي مباشره، دول بيأثر على بس دول حالات قليله يعني، اغلب الحالات اللي بنلاقيها تدرج غير محبب من امراض اخرى تنتهي بالالتهاب الرئوي. المصاب بحساسية الصدر يا دكتور وحيد يبقى هو أكتر بيبقى من شخص المرشحين معرض، أكتر شخص معرض بيبقى من لالتهاب المرشحين الرئوي. للالتهاب الرئوي، لانه بيبقى عنده المناعه ضعيفه شويه بالذات لو بياخد كورتيزونات، فبيبقى من المرشحين لكده، لكن اذا كان بيحل نفسه اول باول وعارف علاجه بسرعه وطبيبه جنبه باستمرار ما بيخشش. طب لو يعني ده بالنسبة لالتهاب الرئوي، الالتهاب الرئوي لما درجته بتزيد يعني بيتحول بقى نقول التليف الرئوي بقى، التليف الرئوي طبعا نقول لا ده مرحلة موضوع تاني صعبة. خالص، التهاب الرئوي لما درجته بتزيد بيتوفى ملوش مرحلة تانية، دي آخر مرحلة عندنا في يعني آخر مرحلة التهاب آخر الرئوي مرحلة، مش التليف ما عشان يعني. كده بنقول إنه ما فيهوش هزار، خلاص لازم أقف ستوب. أنا ممكن يعني الناس بتستهون يعني على البرد والإنفلونزا أهمله يخش في لكن التهاب شعبي، التهاب الشعبي أهمله يخش في التهاب شعبي رئوي، التهاب الرئوي أهمله لا خلاص. التليفات دي بتبقى نتيجة حساسية مزمنة، أو بعض الناس اللي بتشتغل في المناجم بتشتغل في مكان فرخ ملوث. الدخان في التنجيد، الرذاذ اللي بيطلع الصناعي ده من أسوأ الحاجات بالنسبة للصدر، زي للصدر. مثلا الهفت في كومومبو عامل لنا مشكلة بالنسبة لموضوع التليفات ده، وبيجي لناس كتير وليه مضاعفات، ممكن طبعا مضاعفاته يخش في التهاب الرئوي ما يمنعش، لكن مش هو من اسباب الالتهاب الرئوي. دي بتلاقي الناس اللي بتتعامل بالذات الجماعه الفنيين اللي بيتعاملوا مع مصانع فيها رذاذ، مصانع خشب، مصانع قصب، مصانع نجاره، اللي ما بينشر النجار والرذاذ بيطلع، حتى ناس كتير لما بتجيني الفنيين من الحاجات اللي زي كده بقول لهم يا ريت الماسك بتاع الكورونا دوت وانا بنشر، او بقى الحداد مثلا وهو بينشر حاجه وهو بيشتغل الحاجات دي يا ريت يلبس الماسك دوت الفتره بس بتاعت النشر او الرصد من الجدين والحاجات دي، ايوه يعني هي حاجة بسيطة وعلاج يعني هيقيم ان هو علاجها يخش في مرحلة صعبة. علاجها حمايه او وقائي وقاية اكتر. اكتر منه علاج، هو خلاص لو ابتدى يقلب على تليف بتبقى حاجه مش لطيفه قوي، لكن هو في ايده انه بعض الاحتياطات انه يتجنب التليف الى طب حد ما يعني. أهمية الفحص يعني يكون في ايه بقى يا دكتور يعني، من بداية دور البرد والإحساس بضيق التنفس يعني، زي ما أهمية قلنا الفحص احنا المبكرة عندنا في يعني. مصر كل الناس دكاتره يعني، انا نفسي كدكتور لو قعدت جنب واحد وقلت له يا اخي انا مزكي كده هيوصف لي دواء، هيوصف لك دواء. فكل الناس شغاله زي الفل في الحته دي، فاحنا زي ما قلنا هناخد ايه المسكن، ليس المضادات وليس كورتيزونات، مش حاجات خاصه بالطبيب، الحاجات اللي هي ممكن تبقى نسميها الفيرست ايد او الاسعافات الاولانيه، باراسيتامول، برشام زكام خفيف، ونتجنب الناس اللي عندها قصور في الشريط في القلب او الضغط العالي، دول ممنوع عليهم برشام الزكام والانفلونزا. ما لهمش حتى انواع معينه لا يعني؟ ليهم ليهم بس ليهم بس الدكتور حاجات اللي اعشاب يحدد. ما يكونش، لان دي فيها مواد قابضه للشرايين، وهو مشكلته انه عنده شريان حصل الضغط في عالي. النقابات ده فما اقدرش ازوده، والضغط نفس الحكايه لان ممكن تعلي الضغط معاه بالذات لو ضغطه حرج، دول الممنوعين ودول يستحسن ان هم علاجهم يبقى بواسطه الطبيب. يعني اي مسكنات لا. لا ممكن مسكن باراسيتامول، فوار، فيتامين سي بتاع، ما فيش مشكله على الاقل لحد الطبيب ما يشوفه يعني، بالذات لو الحراره عاليه، لكن الحاجات اللي هي لا توصف الا بواسطه الطبيب زي المضادات الحيويه زي الكورتيزونات زي، لا ما ناخدهاش من نفسنا خالص، هتجيب اثر عكسي وما نعرفش ممكن تجيب ايه، ممكن عنده سكر وشغال كورتيزونات مثلا
لا السكر بتاعه بيعلي عدى الكورتيزون ال 500، السكر. ففي حاجات مسموحة للناس وممنوعة للناس تانية. وفي بعض الحقن برضو بياخدوها الناس اللي عندهم دور برد او بداية رحى والتهاب رئوي، اللي هي بيقولوا عليها حقنة البرد، يعني دي يمكن برضو من الحاجات لا المضرة كويس حضرتك جدا. قلت الموضوع ده، ان دي منتشرة في وادت لحالات حقنة وفاة البرد كتير. وفي مجموعة كده بيسموها التركيب مجموعة دي يمكن في بحري أكتر، بس الحمد لله وصلت الصعيد مع القطر اللي جاي بدري. ده كلام فاضي، ده كلام فاضي، بس الناس بياخدوها بيقوموا، اللي عنده مشوار بيعمله. ان هو عباره بتبقى عباره واحده مضاد حيوي، واحده ضد الحساسيه، قد يكون واحده كورتيزون، قد تكون تشكيلك اخر كشري، كشري ده كشري، الكشري الطب، كسر الوقت. عدس على فول على بيدوا لهم واحده 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 وكذا. وبرده وبرده الحقن يعني احنا زي شفنا حالات كتير اتوفت، يعني خدت الحقنة في نفس اللحظة، خصوصا زمان كان في الأطفال بعض يعني كمان. التركيبات من ضمن تركيبها النوفالجين. ده كان زمان النوفالجين بقى دلوقتي المفروض نوفالجين. ان اتمنع في الطب خالص، النوفالجين الحقن. كان في حقنة طب شهيرة وحقنة انفلونزا شهيرة، ومن ضمنها النوفالجين ومعاه خلطة فيتامين سي، وناس كتيرة خدوها وعلى باب الاستقبال ما جبناهمش. نوفالجين حساسياته خطيرة ومحدش بيستخدمه في الطب دلوقتي خالص خالص، اتمنع. حتى في البرشام ما بنستخدموش خالص، بس هو ستيل موجود في مصر والناس بتحبه خالص لان هو فيها مسكن قوي، بس بعد كده بيعمل ايه؟ دي مشاكل تانية طبعا جامدة. اضرار كتير. لا الحقن ما ياخدش. وبرده نصيحة تانية بالنسبة للحقن، اللي عايز يجرب الحقن، في ناس كده بتعشق الحقن يعني، لو سمحت ان كان ولا بد، ان كان ولا بد الحقنة ما تكونش وريد ابدا، تكون عضل. ايه الفرق بقى يا دكتور؟ اقول لحضرتك ولو هياخدها عضل ياخد معاها ضد امبول ضد الحساسيه احتياطي. ولا يعمل اختبار حساسية؟ لان هنا يعني هنا في اي صيدلية بتروح او مستشفى او يعني صيدلية بيدولك الحقنة بدون عمل اقول فحص لحضرتك الحساسية او هو ليه اختبار ما ياخدش حساسية. وريد؟ اي حقنه ينشا عنها حساسيه وريد المريض ما بتلحقش، لان دخل في ما الدم بتلحقش خلاص. خلاص، دخل في الدم وبسرعه بيبقى ما بتلحقش. انما في العضل في كلام اقدر الحق اجيبه، هات محاليل، هات حقن كذا بتاع، يعني نقدر نعمل له اعاده تانية. لكن في الوريد لا، في الوريد ده احنا بنتكلم في ثواني او في دقائق، هو ما بيوصلش حتى المستشفى. فيا جماعه ما حدش ياخد وريد نهائيا، الوريد معمول فقط جوه المستشفيات، جوه المستشفيات. ومش اي حاجه ومش اي امراض كمان، وبيبقى ليه اجراءات معينه، لان احيانا بيبقى في تلوثات، لو التلوث دخلت البكتيريا دخلت في حقنه وريد بتخش البكتيريا في الدم تعمل لنا مشكله تانية. انما عضل ان كان ولا بد يعني، لانه بيعشق الحقنه ماشي، بس يا ريت مع الحقنه تكون حقنه ضد حساسيه، مش هتكلف حاجه، هي رخيصه خالص بالنسبه للثمن، بس لو هو عنده حساسيه من الموضوع ده نقدر نرجع فيها تاني. ودلوقتي الناس عندهم رعب من الحقن والمضادات الحيويه، بس عايزين نعدي الموضوع ده شويه لان عملت ازمه، بالذات في القاهره عامله ازمه. انا قريت في ناس من الزملاء قالوا ان المستشفيات الخاصه ضرب الحقنه فيها دلوقتي 90 جنيه 90 جنيه ده تمن روشته من زمان اكيد يعني، طبعا. لما انا هضرب مش كل حقنه ب 90 الناس جنيه هتقدر هيبقى طبعا. وهي حقنه واحده ولا كام حقنه؟ فطبعا يعني، فالناس بالذات بعد الاحداث اللي حصلت والصيدلات ابتدت تمتنع عن ضرب الحقن نتيجه المشكله اللي في الحوادث الميديا اللي اللي بتحصل. حصلت وكده، لا نقننها شويه ونرجع الامور في هدوء، لان المريض هو اول الخاسرين اكيد طبعا. ماديا. دكتور وحيد، نقول اخيرا نصايح كده تقولها لاي شخص يعني معرض لان هو ياخد دور برد وبالتالي يتقلب معاه الالتهاب رئوي، عشان انا اقي نفسي يعني الواحد يبقى الوقايه خير من العلاج زي ما بنقول. زي ما قلنا يعني العقل زينة، يعني محدش ياخد دش سخن وبعدين يخش على التكييف، بالذات الشباب اللي هو يعني شايف نفسه درازات بتعافي. ده وكده. لا لا الواحد كان دش سخن يبقى لازم اقعد في البيت لحد، لان مسامك الجلد مفتوحة اللطشة بتيجي بسهولة جدا. وما يتعرضش لتيار هوا كمان. نمرة 2 حد عيب في البيت لو سمحته يبقى وحده، نمرة 1 ممنوع البوس، نمرة 2 ما يبقاش في على الاقل مسافه متر بينه وبين الاخرين. الكلام ده في كل الامراض مش كورونات بس، واستعمال برد حاجات شخصية انفلونزا لوحده. زكام ما فيش يعني. وبعدين في حاجه عايز اقولها بالنسبه للاطفال الصغيرين، كل اتفضل. الناس اللي بيجوا يزوروهم بيبصوهم،
اللي عنده زكام وعنده انفلونزا وعنده كل الحاجه اللي موجوده في افريقيا يجي يديها للطفل الصغير ده؟ ده غلط صح لا كده، غلط كبير. كبير زمان يعني معروف ان الطفل اذا كان ولا بد يعني من البوس يعني في مش الايد. عارف يمشي من غير ما يبوس، كان بيتبس في ايده في يعني في ايده، كف ايده. ايوه. انا بتفاجئ بيبقى في الوش، وبتفاجئ ان احيانا بيبوسوا الطفل بقه كمان، بالذات ده الستات غلط الكبار طبعا. اللي هم، فطبعا ده شيء سيء جدا. فيبقى الوقاية كده احسن. فنتجنب بس في المواضيع دي في الوقاية بالنسبة والمريض يبقى وحده. أنا بلاقي الطفل عيب بقول لهم يا جماعة ده يبقى وحده ويبعد عن إخواته وكذا كذا، ما عشان بيسمعوش مبقاش في الكلام، عدوى. تاني يوم بيقول لي بالاتنين التانيين. طب كله تمام، بيتعدي إحنا في قلنا البيت. نتجنب استهلاك في المادة، ونتجنب استهلاك في الأدوية، ونتجنب استهلاك في الصحة. فالوقاية الحاجات دي مهمة خالص. اكيد آخر طبعا. حاجة اللي يبقى عنده عيا وخد له المسكنات مفيش مشكلة خالص، لو الأمور ما اتحسنتش الدكتور بقى يشوف، يا لما ريت. الأمور ما اتحسنتش أفضل قاعد يوم ورا التاني ولا التالت والمضاعفات بتشتغل، ده شيء مش محبب مش خالص. محبب. دكتور وحيد لبيب عزر، استشاري ورئيس قسم الحميات والعزل بمستشفى براء، ونورتينا النهارده. ألف الله شكر يسعدك، ألف خير لحضرتك. حضرتك، كل سنة شكرا وحضرتك شكرا طيب. شكرا شكرا. لحضرتك. مشاهدينا، ما زلنا بنتابع الاحتفالات بأعياد الأم. هنتابع معاكم تقرير من محافظة سوهاج عن الاحتفال بعيد الأم، التقرير من تقديم الزميلة نجوى سيف النصر وهند فوزي، وبعدها نستقبل الأم المثالية الأولى على محافظة أسوان. نشوف التقرير ونرجع نكمل فقرتنا مع حضراتكم.